سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أشكل على ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، لأنه قد تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة في الطعم، لأن ماء البحر به ملوحة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، أي من يركب البحر، إلى ما سألوا عنه وزيادة، فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته.